ازيكم يا معلم؟ معاكم يحيى، ورحبوا معايا بترند الموبايلات الجديد للسنوات القادمه. ده الايفون 14 برو، ودي المراجعه الكامله اللي اتاخرنا فيها جدا، فخلينا يلا ما نضيعش وقت ويلا نبدا. الايفون 14 برو، الايفون الجديد، ولازم تصدقوني ان ده الايفون الجديد. انا عارف الموضوع صعب، لان انت لما تبص عليه دلوقتي انت شايف ايفون 13، ايفون 12، حتى مفيش فرق، مستحيل من الظهر كده تقدر تفرقه عن الايفونين اللي فاتوا. مبدئيا ولكل المشاهدين في الوطن العربي، محدش يشتري الايفون 14 برو دلوقتي. الجهاز غالي جدا، لان في ندره شديده في التوفر من المتاجر قبل الرسميه، فانت مش هتقدر تشتريه غير من التجار، والتجار رافعين الاسعار جامد جدا. انا شاري الايفون 14 برو نسخة صغيرة، مساحة داخلية 256، بسعر 2000 دولار. اوعى تعمل زي النسخة دي، على اقصى تقدير سعرها في ابل ستور دبي 1300 دولار. انا بس شاريه عشان اعرف اعمل الفيديو واعرف اجربه بدري، فيعني استنى ما تشتروش دلوقتي، اوعى تعمل كده. بس لما يجي الوقت المناسب والسعر ينزل وتعمل كده، انصحك تبص على سبونسر فيديو النهاردة، دريم 2000 ستورز. انا بحاول لما اعمل اعلان او ارشح لكم خدمة او منتج، بحاول بقدر الامكان يكون اكتر حاجة مفيدة. وبعيدا عن ان ده اعلان، انا فعليا لما بكون عايز اعرف سعر منتج ما، لما حد من قرايبي او اصحابي يسالني مثلا اجيب اي موبايل، او الموبايل ده سعره كام دلوقتي، او ايه احسن موبايل سعر في السوق، عشان اشوف احسن سعر فين، اول حاجه بعملها فعلا ان انا بخش على موقع دريم 2000. انا شخصيا لما كنت بشتري موبايل لخطيبتي سابقا، مراتي حاليا عشان اتجوزت، ايوه اتجوزت، قلت الموضوع ده كتير قبل كده هقوله تاني عادي. اشتريت الموبايل من دريم 2000 ستورز، وده لأسباب مهمة جدا. أولا إن هم ستور كبير. كبير هنا بمعنى إيه؟ كبير بمعنى إن عندهم شتى أنواع المنتجات، وإن هم متوفرين في كل مكان، عندهم فروع في كل حتة. أيا كان أنت عايش فين، هتلاقي جنبك أكيد دريم 2000 ستور. عندهم أكتر من 70 فرع على مستوى الجمهورية، ولما تشتري من عندهم كل تسهيلات الدفع متاحة. دريم 2000 متعاونين مع أكتر من 20 بنك وشركة تقسيط عشان تقسط أي منتج من عندهم، وتستفيد بالخصومات اللي بيقدموها في أي وقت، مش لازم بقى تشغل بالك بالكاش. وخلال شهر أكتوبر التقسيط هيكون متاح حتى 24 شهر بدون مقدم وبدون فوائد على كل المنتجات اللي معروضة على الويب سايت. ودي حاجة انت هتحتاجها قوي دلوقتي بمناسبة الايفون الجديد، لان انتوا عارفين طبعا الايفون بيجي في قلبته ولا حاجة، ولا شاحن ولا اكسسوار ولا اي حاجة، كل الحاجات دي هتلاقيها متوفرة عندهم. فلينك الموقع بتاعهم تحت الفيديو ديسكريبشن، انصحكم جدا تبصوا عليه. وخلينا نكمل المراجعة التفصيلية للايفون 14 برو. شريت الايفون باللون السبيس بلاك، اول لون اسود حقيقي من قبل، من ساعه الايفون 7. طبعا مش ده اللون الاكثر شهره، اللون الاكثر شهره السنه دي هو البيربل الجديد، اللي انا ما حبيتهوش خالص بصراحه، حسيته مش لايق على الايفون. ايفون موبايل فخم شويه، ما ينفعش يبقى لونه بيربل، بس الاسود ده تحفه، غامق اكتر بكتير من الجرافايت او السبيس جراي اللي كان موجود السنين اللي فاتت. وحده الكاميرات اغمق، الفريم اللي حوالين حلقه كل كاميرا اغمق، الفريم الستانلس ستيل قاتم جدا ومعتم، شكله تحفه طبعا ده قبل ما تلمسه، لان اول ما تلمسه هيبصم وهيبقى شكله بشع جدا. في بعض ظروف الاضاءه هتلاقوه فاتح شويه، مش اسود قوي، مش قاتم قوي، شبه الجرافايت عادي بتاع السنه اللي فاتت، ولكن عشان احنا في ظروف اضاءه عاليه جدا، لكن في الظروف الطبيعيه وانت جوه البيت هتحس ان هو اسود اسود بجد. ففي ظروف الاضاءه العاليه دي مش هتعرف تفرقه عن الايفون 13 برو. هو انت كده مش هتعرف تفرق الايفون 14 برو عن الايفون 13 برو، لان هو بيجي بنفس الشكل، نفس الشكل الايقوني، التصميم المميز للايفون، ودي حاجه قبل ما بتغيرهاش عمدا عشان يبقى حاجه كده، انت تشوف الظهر ده تعرف ان ده ايفون على طول. وحده كاميرات في الكورنر عماله تكبر وتكبر وتكبر، مش عارف هتروح فين بعد كده. انا عارف ان قبل عشان تطور الكاميرات غصب عنهم هيستهلكوا مساحه اكبر من جوه الجهاز،
الحجم الفيزيائي هيكبر غصبا عنهم، السنسور بيكبر، العدسات بتكبر. بس حقيقي وحده الكاميرات دلوقتي اصبح شكلها مضحك جدا، وخاصه لما تبص عليها جنب اول ايفون بالهيكل الفلات اللي هو الايفون 12 برو اللي كان بيجي بنفس شكل وحده الكاميرات، ولكن كانت شكلها صغير كده وسيمبل وبسيطه، دلوقتي بقت ضخمه. بس عامه انا بالنسبه لي انا مبسوط ان انا جبت البرو ما جبتش البرو ماكس. السنه اللي فاتت انا اشتريت ال 13 برو ماكس وكان حقيقي كبير قوي مش عارف امسكه بايد واحده، فحجم ولون انا مرضي جدا. واللي ما يعرفش مفيش فرق بين ال 14 برو وال 14 برو ماكس غير بس الحجم، حجم كبير واللي بالتالي معاه شاشه اكبر وبطاريه اكبر، لكن اي حاجه تانية في الجهاز متطابقه، نفس المواصفات، نفس الخامات، نفس الزجاج الامامي المحمي بطبقه السيراميك شيلد، واللي على فكره فعلا الطبقه دي اقوى من موبايلات كتير تانية. انا وقعت الايفون كتير قوي ال 13 برو وما بيتكسرش وبقع على وشه ما حصلوش حاجه فعلا، طبعا في بعض الظروف اكيد هيتكسر ده طبيعي لو قعته جامد قوي هيتكسر، بس انا ملاحظ فعلا ان السيراميك شيلد بقى على مرور السنين اقوى فعلا من الازاز العادي. عندك هنا نفس الحمايه ضد الميه، بالي يقدر ينزل تحت عمق 6 متر لمده نص ساعة. نفس منفذ الشحن اللايتنينج بورت العقيم جدا اللي بسرعات USB 2.0 اقل من 500 ميجا بت في الثانية لنقل الفايلات، ودي حاجة كارثة. حاجة كارثة انك بتلاقي موبايلات فيها USB 3 و3.1 في موبايلات ب $400. والايفون 14 برو والايفون 14 برو ماكس برضو هتلاقي فيهم نفس غياب السيم كارد للنسخة الواردة من امريكا، وده تقريبا لما نزلت صورة ان انا جبت الموبايل اكتر سؤال جالي ايه ما بقى موضوع السيم كارد ده، نشتريه منين؟ انا سمعت ان مفيش سيم كارد، الايفون اتشال منه درج الشريحة، هنعمل ايه؟ براحة يا جماعة، النسخة الموجهة للوطن العربي فيها سيم كارد عادي، فيها درج شريحة عادي، وكمان فيها اي سيم جوه الجهاز. النسخة الامريكية فقط هي اللي ما فيهاش درج للشريحة، فلو عايز تجيبه في بلد انت بلدك مزودين الخدمه بتاع الاتصالات ما بيدعموش الايسم، هاتوا من اي حته في العالم ما عدا امريكا. على فكره الايسم هي شيء اكثر امانا لانها بتحميك من السرقه، بحيث ان انت لو حد سرق تليفونك مش بكل بساطه يفك الشريحه ويرميها وخلاص بقى تليفون جسد هيبقى مجهول الموقع، فالايسم بتحميك من ده. ولكن عيبها انها بتطول شويه في خطوات نقل الخطوط، انك تنقل من تليفون لتليفون او من شركه لشركه، وخاصه بقى لو انت بتسافر وبتروح دول كتير والدول دي ما فيهاش ايسم، فهتضطر تشتغل بالرومنج بتاع مزود الاتصالات بتاعك بتاع بلدك واللي في الغالب بيبقى اغلى بكتير، فدي النقطه السلبيه شويه فيه. ولكن بسبب الحركه دي من قبل المتوقع ان شركات الاتصالات في العالم كله تحاول تدعم الايسم. يعني طبعا يعني قبل لما تعمل خطوه زي كده اكيد معظم الشركات الثانيه هتقلدها كما حصل قبل كده في الشاحن وفي ازاله الهيدفون جاك. المهم خلينا يلا نقلب الجهاز على وشه ونشوف الحاجه الثانيه اللي الناس كلها هتقلدها برضه. الشيء الوحيد اللي بيميز الايفون 14 برو ويخليك تعرفه وتميزه عن كل الاجيال اللي قبله، والشيء ده هو الدايناميك ايلاند. مبدئيا الشاشه دي لسه بروموشن 120 هرتز، شاشه اولد، شاشه HDR XDR كمان كما تقول ابل، توصل لدرجات صوته عاليه جدا في اشعه الشمس توصل لغايه 2000 نتس، ده رقم كبير جدا ما شفناهوش في اي موبايل، وفعلا الموبايل في اشعه الشمس ساطع جدا. بس ما تفرحش قوي كده، الموضوع بيستمر لمده دقيقتين بالظبط وبعد كده الجهاز بيسخن وينزل لاقل من 600 نت، وده لان دي شاشه LTPO من سامسونج، هي دي نفس الشاشه اللي موجوده في كل موبايلات سامسونج، وهي الشاشه دي كده تسخن تنزل في السطوع، هم كلهم كده. الشاشه السنه دي حوافها اقل حاجه بسيطه جدا، وطبعا اهم شيء فيها ان ما فيهاش نوتش، هي فيها فتحتين، واحده على شكل خرم ودي للكاميرا السيلفي، واحده على شكل حبايه ودي لحساسات وسنسورات الفيس اي دي. بس بمجرد ما تشغل الشاشه بتكتشف ان هما الاثنين على شكل حبايه كبيره، وده لان ابل بتطفي البكسلات الاولد اللي حوالين الخرم والحبايه وعامله شكل حبايه كبيره، وبتسمي ده طبعا الدايناميك ايلاند. طبعا انتوا اكيد كلكم شفتوا الدايناميك ايلاند سواء كان في المؤتمر او في الفيديوهات الكتير جدا اللي على يوتيوب او انت بتقلب حتى في فيسبوك، الموضوع ترندي جدا ومشهور جدا. هو ده الترند الجديد خلاص، ابل عملت حبايه ومش محتاجين نتوقع خالص، يعني ده شيء اكيد ان كل الموبايلات في السنين الجايه هتحاول تقلد ده بشكل ما او باخر. وبالفعل في مطور عمل شيء شبه الدايناميك ايلاند في سوفت وير الميو اي بتاع شاومي، وهو ده الذكاء بتاع ابل، انها عملت من قيود الهاردوير اللي الهاردوير حاليا والتقدم التقني فيه ما وصلش لمرحله ان احنا نقدر ندفن السنسورات دي والكاميرات دي تحت الشاشه من غير تضحيات، فلازم نسيبهم باينين، فعملوا من القيود دي فيتشر، ميزه جديده، ومش بس ميزه، هو شكل ايقوني يميز الايفون من جديد بدل النوتش. النوتش كانت هي الشيء المحدد لواجهه الايفون، للجزء الامامي من الايفون، لما تشوف اعلان تطبيق وتبقى التطبيق باين فيه نوتش او يعني الفريم بتاع الجهاز اللي محطوط فيه فيه نوتش، اعرف ان ده تطبيق ايفون. لو دخلت على جوجل وكتبت ايفون فرونت بي ان جي
هيطلع لك نوتش. بعد التغيير ده هتشوف الديناميك ايلاند، ما عادش هتشوف النوتش. هو ده بالفعل اللي حصل. شوف السكرين شوتس بتاع التطبيقات على الاب ستور، التطبيقات اللي متحدثه هتلاقيهم حاطين بدل النوتش الديناميك ايلاند. خلاص هي دي الواجهه المميزه للجزء الامامي من اي ايفون، رغم انها حصريه للايفون 14 برو. فبعيدا عن الشكل بقى، يعني هي بتعمل ايه اصلا؟ والحقيقه هي ما بتعملش اي حاجه خالص، ممكن تلعب بيها لعبه. الموضوع هيبقى لطيف جدا. لا بجد، هي ليها شويه استخدامات. المكالمات بتخرج منها وتقدر ترد وتقفل، تقدر تشوف موجات صوت اللي بيكلمك بلون وموجات صوتك انت بلون تاني، لما تعمل تايمر، لما تعمل سكرين ريكورد، لما تسجل فويس ميمو، لما تشغل مزيكا، لما تفتح نافيجيشن من الابل مابس. كل الاحداثيات دي الدايناميك ايلاند بتقدر تعرضها، ويمكن عرض حدثين في نفس الوقت على حسب اولويه الحدث. وعلى حسب اولويه الحدث بتتقسم لنصين، نص مدور للتطبيق الاقل في الاولويه، ونص على شكل الحبايه للتطبيق الاكثر اولويه. والمميز بقى في الدايناميك ايلاند دي ان كل الاحداثيات دي هي مش مجرد شكل، لا هي احداثيات تفاعليه، يعني لما تتك عليها بتدخلك على التطبيق بتاعها، او لما تتك عليها تكه مطوله بيطلع لك زي ويدجت مصغر تتحكم فيه ببعض خصائص التطبيق. يعني مثلا في المكالمات تفتح السبيكر، تشوف عدد الدقائق، صورة المتصل، توقف وتلغي التايمر، او السكرين ريكورد، تتحكم تحكم كامل في الميديا بلاير ايا كان مصدر الميديا، يوتيوب، سبوتيفاي، ابل ميوزك، انغامي، ايا كان. واثناء تشغيل الموسيقى الديناميك ايلاند بتبقى مشغله موجات الصوت وبتمص لون موجات الصوت من الالبوم ارت بتاع التراك اللي انت بتسمعه. برضو الديناميك ايلاند ليها بعض الخصائص الغير تفاعليه اللي ما تقدرش تتفاعل معاها، لما توصل الشاحن، لما توصل سماعات بلوتوث، لما تفعل الصامت او تلغيه، احداثيات الخصوصيه بتاع التفعيل الميكروفون البرتقاني او بتاع تفعيل الكاميرا الخضراء، بتظهر في الفجوه اللي بين الخرم بتاع الكاميرا السيلفي والحباية اللي قبل طفيها ببكسلات الشاشه، لما تطبيق يطلب بصمه وشك عشان ياكتيفيت حاجه. المميز بقى ان كل ده بيحصل بسلاسه انيميشنز فظيعه، ما حدش يعرف يعملها بالحلاوه دي غير قبل. لازم نكون فاهمين ده، لان في شريحه مخصصه جوه البروسيسور ده قاعده بس كده عشان تهندل الانيميشنز بتاعه الدايناميك ايلاند، اسمها الديسبلاي انجن، وعشان تقدر تعرض الحركات دي كلها على تردد ال 120 هرتز. الموضوع سلس وجذاب جدا لدرجه ان الانيميشن بينط من المكان اللي انت حدف منه التطبيق من تحت. يعني لو حدفته من يمين شويه الحبايه تنط شمال، ولو حدفته شمال شويه الحبايه تنط يمين، كانك بترمي حاجه على ترامبولين، في باونس كده في كل مكان، حاجه يعني روشه جدا. ولكن الحقيقه انها حاجه كان ممكن تكون اكثر عمليه من كده بكتير. كان ممكن لما المسها وهي ما بتعملش حاجه تطلع لي مثلا لست التطبيقات مصغره اتعامل معها كانها تاسك بار، او كانها ايدج بانل زي بتاع سامسونج. كان ممكن بدل ما النوتيفيكيشنز بتنزل لي من السما كده وتعديها وتعبر الايلاند وتطلع في نص الشاشه، كان ممكن النوتيفيكيشنز او بالذات بتاع الرسائل تطلع من الحبايه، واقدر اتفاعل مع النوتيفيكيشن، مثلا ارد على رساله واتساب من الحبايه. ليه ده ما حصلش؟ ده شيء تافه جدا، شيء واضح. وطبعا لانها لسه شيء جديد، في تطبيقات لسه ما تحدثتش عشان تتلاشى الحبايه. يعني ساعات في بعض التطبيقات زي فوري مثلا الحبايه بتغطي على جزء من المحتوى، عشان تبقى فاهم الحبايه مش صغيره خالص. هي شيء جديد والشاشه بقت يعني جزء اكبر من الجهاز، وبقى فيه يعني شاشه فوق الحبايه وبتاع، وشيء شكله مستقبلي اكتر، ولكنها بتقص في المحتوى اكتر من النوتش ونازله لتحت عن النوتش. المحتوى اللي بقى بعد 18 ل 9 بيبقى مقصوص منه كتير قوي. وعلى فكره كتر التفاعل معاها بصبعك بيخلي الكاميرا السيلفي تبصم، فده عيب برضو ان انت كل شويه تيجي تصور بالكاميرا السيلفي تلاقيها متوسخه تمسح فيها. اوفرول يعني هي شيء روش مش عملي قوي، كان نفسي يكون عملي اكتر. لو بس اتضاف عليها شويه حاجات هتبقى فعلا شيء عملي جدا. وده برضو اللي ممكن نقوله على الـ Always On Display. تاني اكبر فيتشر في هذه الشاشة، قبل من اواخر الشركات، يمكن هي اخر شركة في العالم اصلا تقدم Always On Display. بس عادي، احنا متعودين، احنا عارفين ان قبل لما بتنزل حاجة بتعملها صح بتبقى افضل من الجميع، لكن الـ Always On Display هي الحاجة اللي اقدر اقول عليها ان قبل عملتها اسوأ من الجميع. بصوا، هي برضه روشه، فيها شويه حاجات روشه قوي. الترانزيشن من لوك سكرين لاولوز اون ديسبلاي روش قوي، مع بعض الوول بيبرز في الاي او 16 الساعه بتخرج وتستخبى كده، شكلها سكسي. وكمان فيها حاجه مميزه جدا، انك تقدر تضيف زي ويدجتس مصغره كده لبعض التطبيقات، للبطاريه مثلا، لنشاطاتك، الكالندر، ولو مشغل مزيكا الالبوم ارت بيفضل ظاهر على الاولوز اون ديسبلاي، ودي حاجه كول جدا. بس لا مؤاخذه يعني، فين النوتيفيكيشنز؟ هو واحد بس
هامبي ايه؟ يعني اي اولوز اون ديسبلاي الهدف الاساسي منها غير الساعه انها تبين لي انا جاي له نوتيفيكيشن من مين، ان هم بيعرضوك واحد بس ولازم تتفاعل معاه بقى عشان تشوف الباقي. وطبعا شيء روش جدا انها بتضلم والبول بيبر بتفضل شغاله، ودي حاجه روشه جدا. بس ليه ما فيش اوبشن ان انا اشيل ده؟ ليه ما فيش اوبشن ان انا اخليها بلاك؟ عايزها بلاك تماما. افرض انا حاطط وول بيبر بتاع اللوك سكرين مش عايز حد يشوفها، يعني الحل الوحيد عشان تخليها بلاك هو ان انت تحط لوك سكرين بلاك، وده شيء غبي جدا يعني، بس ده كله مقبول برضو بصراحة. الخازوق الغير متوقع من أبل، أبل معلمين الأوبتمايزيشن اللي بالنسبة لهم الباور إفشنسي أهم حاجة، الخازوق كان إن الأولوز إن ديسبلاي دي بتاكل البطارية، بتدمر البطارية. الآيفون 14 برو بيجي ببطارية حجمها أكبر شوية من الآيفون 13 برو، وبرضو الماكسات نفس الكلام. وطبعا هنا معانا في 14 برو المعالج الجديد الحصري للبروهات بس، وهو الـ A16 بايونيك، معالج 4 نانومتر، المفروض ان هو باور افيشنت أكتر، وطبعا أقوى حاجة بسيطة من اللي قبل، والفرق غير ملحوظ في القوة يعني، لكن ده مش هيفرق. الآيفونات طبعا كلها سموز وسلسة حتى لو رجعت سنتين ثلاثة ورا، الفكرة كلها في الباور افيشنسي والحفاظ على استهلاك الطاقة. المفروض ان ده احسن من جيل الاب. والشاشه اللي هنا كمان هي شاشه سامسونج ال تي بي او اللي بتنزل لواحد هرتز، فالمفروض ان دي تكون بتستهلك طاقه اقل، ولكن النتيجه ما بيحصلش خالص. الاولوز اون ديسبلاي بتخلي الجهاز يفصل في نص اليوم حرفيا، ازاي ما تفهمش. انا فكرت في الاول ان دي مشكله في الاي او اس 16، لان لما نزلت الاي او اس 16 على الايفون 13 برو ماكس كانت بطاريه الجهاز بتقعد باليومين، المستوى قل كتير جدا. وطبعا الايفون 14 برو بينزل بال 16، ما فيش اوبشن انك تنزل لتحت كده، فقلت خلاص يبقى البطاريه هي يعني المشكله في السوفت وير. ولكن نزل تحديث للسوفت وير المفروض ان هو بيعالج مشكله البطاريه دي خالص. قبل قالت ان في مشكله تمام، وكان في مشكله كمان في كاميرات الايفون 14 برو انها بتتهز في بعض برامج التيك توك والانستجرام والحاجات دي، فنزلوا ابديت اسمه 16.0.2 حل هذه المشاكل. فجربت التحديث بالشاشه الاولز اون ديسبلاي، ولكن برضو مشكله البطاريه هي فطفتها خالص. والنتيجه ان انا باخد 6 الى 7 ساعات شاشه شغاله في اليوم، بطاريه كام معايا اليوم بكل جداره، وبوصل لاخر اليوم كمان ومعايا بتاع 10% 20%. المفروض ازاي ابقى منبهر من الاولز اون ديسبلاي وهي شيء بيدمر التجربه اصلا. اجمالا الجهاز في كل اللي اتكلمنا عنه هو تحديثات طفيفه جدا طبعا مقارنه بال 13 برو، زي ما كان برضو ال 13 برو تحديث طفيف جدا من 12 برو. ودي مش حاجه وحشه، انت بتاخد موبايل متكامل، هو دي السيكريت سوس بتاع ابل، موبايل ما فيهوش غلطه. بس في حاجه، انت مش بتشتري برو ايفون عشان التجربه المتكامله، انت بتشتري البرو ايفون عشان البرو كاميرا. فيلا بينا نتكلم عن الكاميرا. الايفون 14 برو بيجي فيه 3 كاميرات خلفية زي الثلاث اصدارات اللي قبله، عدسة اساسية وعدسة الترا وايد وعدسة تليفوتو زوم حصرية بس للبرو. على مدار السنين اللي فاتت قبل كان بس بتكبر حجم السنسورات، ممكن تطور شوية في العدسات في اسلوب المعالجة حاجة بسيطة، ولكن السنة دي اكبر تطوير كان من نصيب الكاميرا الاساسية اللي لأول مرة عدد الميجا بيكسل يتغير فيها. دلوقتي معانا كاميرا اساسية 48 ميجا بيكسل، بقى لنا سنين كتير قوي ثابتين على 12 ميجا بيكسل. السنسورات عمالة تكبر ولكن نفس كمية الميجا بيكسل. ولكن في حاجة، السنسور الجديد ده 48 ميجا بكسل، ولكنه مش بيصور في الوضع الافتراضي صور 48 ميجا بكسل، هو بيصور صور 12 ميجا بكسل برضه، لانه بيدمج 4 بكسلات في بكسل واحد. فالحركه دي اسمها بكسل بيننج. الحركه دي بقى مع التطور اللي حصل السنه دي في اسلوب المعالجه، واللي يعتبر تطور كبير عن السنين اللي فاتت. طبعا انتوا عارفين اسلوب المعالجه بتاع قبل كلامنا كتير قوي في الموضوع ده، عندك السمارت اتش دي الصبح، عندك نايت مود بالليل، واي حاجه في النص اسمها ديب فيوجن. في حاجه السنه دي بقى اسمها الفوتونيك انجن. الفوتونيك انجن دي بتخلي الديب فيوجن ده اللي هو تقريبا احسن وضع في الكاميرا دي واكتر حاجه بتميز الايفون، يشتغل في ظروف اكتر وبيديك تفاصيل اكتر مع نويز اقل. فالفوتونيك انجن مع السنسور الجديد اللي بيدمج 4 بكسلات في بكسل واحد بيخليك فعلا في معظم الظروف هتاخد تفاصيل احسن ونويز اقل، بس الفرق بسيط قوي قوي قوي، مش هيشوفه الا حد فاهم في التصوير وحد بيقارن بين الاثنين على شاشه كبيره. اكبر فرق هتشوفه في الظروف الليليه من الكاميرا الالترا وايد بالذات. الكاميرا الالترا وايد اتحسنت شويه برضو، السنسور كبر شويه، العدسه بقت اوسع شويه، ولكن الفوتونيك انجن هو اهم حاجه مخلي الصور فيها تفاصيل اكتر بشكل واضح، حتى على الشاشات الصغيره في كل الظروف هتحس
بالليل ان الالترا وايد تديك نتيجة احسن بكتير. ولكن بقى في غير دول، طول ما الاضاءة كويسة يعني اتحداك تعرف تطلع الفرق اصلا بين السيرتين والفورتين، فرق بسيط قوي. بل ممكن بعض الناس تختار السيرتين برو لانه بيفتح الجلد سيكا عن الفورتين برو. الفورتين برو كونتراستي اكتر شوية، بس كده كده الالوان والكونتراست بيتغيروا في الفوتوغرافيك ستايلز، فدي حاجة انت بتوجهها بمزاجك. لكم معالجة الايفون عامة هو ممتاز في الواقعية، بس بصراحة مؤخرا حاسس ان هو بيعاني من مشكلة في الدايناميك رينج، وخاصة في السيطرة على الهايلايتس، المناطق المنورة او السماء مثلا، بيعاني كتير قوي في ان هو يحافظ عليها. فلما تيجي تقارن يعني احسن حاجة عند ابل مقارنة باحسن حاجة عند سامسونج مثلا اللي هو الاس 22 الترا، هتلاقي ان معالجة سامسونج قدرت انها تسيطر على الموضوع ده اكتر، بتديك دايناميك رينج احلى، احلى للعين. حتى لو ساعات بيعمل ارتفاكتس او بيبقى فيه ماسكينج كده باين وشوية مشاكل تقنية في الصورة، الا ان في المجمل الصورة وانت بتبص عليها هي شكلها احلى. وزي ما قلت لكم الايفون تقدر تعدل في اسلوب معالجته وتغير في الوانه وفي نسب الكونتراست، ولكن ما تقدرش تجيب دايناميك رينج اكتر. في الحته بتاع السيطره على الهايلايتس دي المنافسين بقى اقوى شويه من ابل. الحاجه بقى اللي ابل بتعملها واللي الايفون بيعملها ومفيش موبايل تاني منافس مشهور بيعملها، هي قد ايه الصور قويه ونقيه، ما فيهاش نويز، صوره متماسكه، ما فيهاش عيوب غريبه، ما فيهاش مشكله بروسيسنج معينه اللي هي تخلي الصوره متدمره او مبكسله او فيها مشاكل. لا، الصوره ماسكه نفسها، فتقدر تشد وتجذب فيها براحتك. ولو انت من الناس اللي بتعمل كده، ولا هو انا عارف ان في جمهور كبير قوي من مستخدمين الايفون بيعملوا كده، لو انت بتمسك الصوره وتعدل فيها، فبالنسبه لك بقى الشيء اللي جاي هو اللي هيكون الطفره الحقيقيه، لان ساعتها هتقدر تستفيد من السنسور الاساسي الجديد ده بجد بكامل طاقته وبكامل قوته، مع وضع البرو رو اللي بيمكنك من جوه سيتنجز ان انت تصور بال 48 ميجا بكسل كلهم. البرو رو اللي مش عارف هو بيعمل معالجه على الصوره وفي نفس الوقت يديك صوره رو. معالجه في ايه بقى اهم حاجه؟ معالجه في الشادو كليننج، ان هو ينظف الشادوز ويخليها ما فيهاش نويز. بس طبعا الصور الرو بوضع 48 ميجا بكسل احجامها مهوله، بتوصل ل 50 و 60 ميجا بايت. طبعا الاحجام دي هتلاقي عذاب في نقلها بالكابلات، والكابل بطيء جدا اللايتنج ده، وهتضطر تجيب مساحه كبيره من الموبايل او تشترك في اي كلاود ستورج. بس هتاخد صوره خرافيه، تفاصيل بجد كانت مفاجاه، وخاصه لما تقارنها بموبايل زي الاس 22 الترا اللي بيجي بسنسور 108 ميجا بكسل. هتلاقي الايفون مفيش مقارنه بيسحقه، وساعتها انت معاك من الايفون صوره الرو، لكن معاك من السامسونج صوره جي بيج غير قابله للتعديل اصلا. لو دخلت على بقى لايت روم مع الصور الرو 48 ميجا بكسل دي، قعدت تشد وتجذب فيها، هتطلع صوره صعب تفرقها عن كاميرا دي اس ال ار، صوره كانت مستحيله من اي سمارت فون حقيقي انك تشد وتجذب فيها للدرجه دي. ده حقيقي وضع مبهر. انتوا عارفين لو كانوا عملوا 48 ميجا بكسل مود عادي مش رو، كان هيبقى وضع ملوش اي لازمه، لانه في موبايلات كتير قوي بتعمل كده. انما فكره ان هو رو وبرو رو اللي هو معمول عليه كمان معالجه ابل، دي حاجه مفيش موبايل عملها. طب لو انت مش هتعرف تعدل بقى ومالكش في القصه دي، وبتصور الصوره بالموبايل تبابلش على طول، اوعى تستخدم الوضع ده، لانه انت كده بترمي مساحه في الارض وانت مش هتشوف الفرق. يعني هتصور الصوره ال 12 ميجا بكسل العاديه الفوتو مود العادي وتصور برو رو 48، من بعيد مش هتشوف فرق. فاستخدم الفوتو مود العادي لو انت مش هتعدل، وساعتها هتستفيد من السنسور الجديد في ان هو سنسور اكبر، فهيديك عزل طبيعي للخلفيه، وهيديك كمان وضع جديد اسمه ال 2 اكس كروب، مستوى من بين العدسة الأساسية والعدسة التليفوتو اللي هي 3X. والميزة بقى في ال 2X ده، هو ده اللي عجبني، ان ال 2X زوم ده ممكن تستخدمه في البورتريهات، فانت بقى عندك 1X بورتريت و2X بورتريت و3X بورتريت. وده حقيقي وضع مفيد جدا، لان انا ما بحبش اصور بورتريهات غير بال 3X، ده البعد المثالي لملامح الوش. بس ساعات بتبقى ضيقة قوي، وانا ببقى في مكان ضيق مثلا وعايز ابعد شوية، او حد يقول لي لا عايز ابين جزء اكبر من جسمي مثلا، فكنت بتضطر تروح ال 1X بقى، وكانت بتبقى واسعة جدا والترا وايد وبتاع. لكن دلوقتي بقى عندك ال 2X. طبعا بورتريهات قبل ما زالت ممتازة، سواء كان في التفاصيل او في لون الجلد او في حقيقية العزل او شكله مش فيك. بس في نقطة، حتى الان ابل مش احسن شركه بتعمل تحديد الاطراف او قص الاطراف. لما تقارنها بموبايل زي الاس 22 الترا، هتلاقي ان سامسونج بقت احسن في تحديد الاطراف، وسامسونج دلوقتي بقى بتقدم تفاصيل كويسه جدا ودايناميك رينج محترم جدا. فهتلاقي ساعات ان سامسونج ممكن يديك صوره احلى بورتريه جاهزه للنشر على طول وفيها تفاصيل لكل حاجه، لكن الايفون ممكن يبقى صورته مش حلوه قوي. بس في الميزه ان صوره الايفون تتعدل، صوره الموبايلات الاندرويد ما بتتعدلش، لان يعني صور الايفون متماسكه وقويه حتى البورتريهات الجيبك. بمناسبه الزوم بقى، فالايفون لسه مازال اخره
15 اكس ديجيتال زوم، لان العدسه الاوبتيكال 3 اكس بس. مفيش بقى الارقام المجنونه بتاعه ال 100 اكس زوم بتاعه الاس 22 الترا او الموبايلات الاندرويد الثانيه كتير اللي فيها بريسكوب زوم. ودي حاجه بصراحه حاجه روشه انا بحبها ومفقوده من الايفون. الحاجه الروشه اللي موجوده في الايفون واللي احسن من موبايلات كتير هي الماكرو مود اللي بيستخدم العدسه الالترا وايد، والحقيقي بيطلع صور كرييتيف جدا لان برسبكتيف الترا وايد مع ماكرو مميز جدا. ودلوقتي ال14 برو هيديك تفاصيل اكتر شويه في الماكرو من ال13 برو. من اهم مميزات الماكرو مود في الايفون ان هو بيقرب قوي من العناصر اللي بتصورها، غير موبايلات كتير بتستخدم العدسه الالترا وايد للماكرو. من الحاجات الجديده اللي ممكن نقول عليها ان بقى فيه فلاش جديد، بقى بيخلي الصور الليليه لما تستخدم فيها فلاش بتبقى يعني منوره الجلد بشكل طبيعي شويه، مش كانك حاطط كشاف في وش البني ادم اللي بتصوره. الكاميرا السيلفي بقت احسن شويه، بقى فيها اوتو فوكس، فده شيء مميز جدا يخلي صورك شارب اكتر وانت بتصور نفسك. ولكن خد بالك لو انت بتصور مع مجموعه وشك انت اقرب للكاميرا هتلاقي الناس التانيه اوتو فوكس. انا ما بحبش كاميرات السيلفي بتاع الايفون بصراحه، معرفش بحسها فيها نويز دايما حتى بالنهار. بحس الصوره السيلفي محتاجه تبقى فيها سنه جماليه شويه، يعني عمري ما خدت سيلفي بالايفون وما عدلتوش، فعشان كده بحب سيلفيهات الاس 22 الترا اكتر. عامه اجمالا في الصور اقدر اقول ان الايفون 14 برو تحديث طفيف برضو عن الايفون 13 برو. هيبقى طفره لمين؟ للموبايل فوتوغرافر. اعرف فوتوغرافرز كتير بيستخدموا كاميراتهم الميرورلس زي الار 5 او غيرها، والايفون جنبها، الايفون جنبها عشان يلقط لقطات اسرع. فلو انت من الناس دي فانت هتستفيد جدا من البرو رو مع ال 48 ميجا بكسل، وهتستفيد كمان لو انت بتصور بورتريهات من تنوع الابعاد 1 اكس و2 اكس و3 اكس. اما بقى لو انت فيديوغرافر او تيك توكر او يوتيوب شورتر فانت في مكانك الصحيح يا صديقي، عشان مفيش موبايل في العالم هيصور فيديوهات احسن من الايفون. حاجات معروفه قلناها كتير، مفيش مفاجاه هنا ومفيش برضه مقارنه هنا. علاوه على السنسورات الجديده الاكبر في الحجم واللي هتديك كواليتي احسن في فيديوهاتك ال HDR وفيديوهاتك ال Dolby Vision وفيديوهاتك البروريز، تديك نويز اقل بالليل كمان. علاوه على ده كله فيديوهاتك السينيماتيك، السينيماتيك مود هتقدر تسجلها بريزوليوشن 4K، وهتقدر تستخدم فريم ريتس متعدده المره دي، مش 30 بس لا، في 24 و25. وعلاوه على فيديوهاتك برضو اللي كانت دايما ثابته جدا في كل الظروف هتقدر تخليها ثابته اكتر مع الاكشن مود الجديد. احدث تركاية من ابل في عالم التصوير موجودة في موبايلات كتير من زمان، ولكن دي فعلا ابل لما عملتها عملتها صح، لان ابل ما بتهزرش فيما يتعلق بصناع المحتوى. الاكشن مود خرافي، اكيد مش بشكل مبالغ فيه زي ما وضحوه في المؤتمر، ولكنه فعلا بيثبت المشهد مهما كان ايه اللي بيحصل، ويسحق وضع الانهانسد ستابلايزيشن اللي عند سامسونج وما شابهه من الشركات التانية. دي حاجه فعلا يعني قبل لما تعملها توقف البيزنس بتاع الجيمبلز بتاع الموبايلات. ليه وضع الاكشن مود مميز هنا؟ لانه بيصور على ريزوليوشن 2.8K وبيصور لغايه فريم ريتس عاليه 60 فريم، وبيقدر يشتغل من كل السنسورات. ولكن خد بالك هو بيقص شويه من كل سنسور، يعني العدسه الالترا وايد تكون اضيق، وال1 اكس وال2 اكس وال3 اكس، وبيحتاج اضاءه قويه شويه عشان يشتغل، يعني بالنهار في الشمس ما تصورش بيه بالليل في جوه اندورز، بس لما بيشتغل بيديك فيديو في قمه الثبات. تستخدمه امتى؟ تستخدمه لما تكون فعلا بتعمل اكشن يعني هو اسمه حقيقي، ما تكون بقى بتجري وبتمسك الموبايل كده، يعني ساعتها استخدم الاكشن مود. لان لو ما استخدمتوش واستخدمت الفيديو كواليتي العاديه، السنسور الاساسي بتاع ابل في حاجه اسمها السنسور شيفت، تقنيه ما للتثبيت بتخلي فيديوهاتك ثابته جدا اصلا، وبتصور بقى بالكواليتي العاليه ال 4K وبتاع، تاخد كل مزايا الدايناميك رينج وال HDR والحاجات دي كلها. فباستخدام الوضع العادي انت اوريدي بتاخد صوره ثابته جدا في كل ظروف، حتى لو طلعت ايدك من شباك العربيه وبتصور برضه بتبقى ثابته جدا. فانت ما بتستخدمش الاكشن مود ده الا في الظروف الفعلا العنيفه جدا، وده يجعل الايفون كما كان وكما سيزال افضل موبايل بيصور فيديوهات في العالم، افضل موبايل لصناع المحتوى، وافضل موبايل للبروفيشنال فيديوغرافر. ناس كتير اعرفها برضو بيصوروا ايفنتات وبيصوروا حاجات بيستخدموا الايفون في النص عادي، لان الفيديو كواليتي طالما مش هتعمل عزل مش هتقدر تفرقها عن ميرورلس كاميرا. فالايفون هو افضل موبايل لصناع المحتوى، افضل موبايل للبروفيشنال فوتوغرافر او بروفيشنال فيديوغرافر. طب ماذا لو انت ولا حاجه من دول، انت من هواه التصوير بس، يعني فيما يخص الكاميرا انت من هواه التصوير، تحب تلعب، تحب تجرب حاجات فن، تقعد تلعب بالكاميرا الليل نهار، ما بتعملش تعديل، انت بتاخد الصوره وتنشرها او ما بتنشرهاش، بتحتفظ بيها لنفسك وتقعد تلعب بيها، تلعب بالخصائص، تستغل مزايا الكاميرا. الايفون
هيديك نتيجة كويسة جدا، يعني ياخد تقييم ممتاز جدا في هذه الخصائص. بس بصراحة في كام موبايل هيقدم لك تجربة ممتعة اكتر ما يتعدوش. الـ S22 Ultra الوانه احلى والديناميك رينج احلى، وفي زوم روج جدا تقعد تلعب بيه وتزوم لغاية 100x وبتاع، وفي اوضاع جوه الكاميرا مودز كده غريبة بتعمل حاجات لطيفة. الشاومي 12 اس الترا من اول لقطة هيطلع لك صورة بعزل خرافي، وفي برضو زوم خرافي، وفي اوضاع تغير من الفلاتر بتاع الكاميرا شكلها حلو قوي. وموبايلات تانية كتير، الفيفو اكس 80 موبايلات كتير قوي متميزة في المودز واللعب، ويطلعوا لك صور تحفة برضو. فلو انت بتحب تلعب الموبايلات دي هتبقى ممتعة اكتر. طيب لو انت معاك بقى الايفون 13 برو او الايفون 12 برو او ماكساتهم، هل تطور للايفون 14 برو او ال 14 برو ماكس؟ ده اللي هنعرفه في فيديو تاني قريب ان شاء الله. فعشان ما يفوتكوش تشوش تعملوا لايك الفيديو وعملوا سبسكرايب للقناة. شوفكم الفيديو الجاي، يلا سلام.